السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام سلام ورحمة الله وبركاته. أحسنتي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبايبي تاني عليدي شوية سكرات كده وعسلات. عبد الله عشان ما يزعلش مني يا بودي، نعم انتوا كلكم بتكرهوا وانا لا، ماليش دعوة، صح كده؟ يلا بينا. معاك انت فاتح المصحف ولا معاك الكتاب يا روح؟ أنا معاك فين؟ عسل. يلا اتفضل اقرا من اول. وقال الرسول يا ربي انكم اتخذوا هذا القران. من الايه دي؟ من اول الايه رقم 30. انت عايزه صوت حلو بقى، صوتك حلو ولا لا؟ بس الاول لا مش حلو. يا دي الوقت. ماشي يلا، الحمد لله على كل حال. اتفضل. من أول أيه؟ الايه 30 يا عسل. ماشي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا هديا ونصيرا. وقال الذي كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لثبت للمثبتين. به لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يؤتنك بمثل نعم جئناك. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يصرخون على وجوههم إلى جهنم وإليك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا إليك موسى شر الكتاب مكانا وأضل سبيلا. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلنا للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعاد وثمود وأصحاب الرسل أصحاب لا لا الرسل لا، استنى استنى بس، وعاد الاسئله دي الجديده. شكرا يا حبيبي، ربنا يرضى عليك. طيب مين ما سمعش تاني؟ أنا انا نفسي وناسي. أسألك. ايه ايه سمعت؟ لا يلا ايه 7 ايات دول، اتفضلي يا نور عيني. يلا ها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. جزاك الله كل خير يا آية. آدم أنت قلت الآيات عشان أنا بنسى، معلش. آدم قلتها؟ لسه ما قلتش الناس. يلا بينا يا عسل. طيب ال7 آيات الأخرى دورك، اتفضل. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المؤمنين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناك تفصيلا.
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل بالرسل أغرقناهم أغرقناهم وجعلناهم جعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. الله أكبر عليكم سنة تانية. تسلموا لي ما تحاولش منكم أبدا. طب كده آدم تمام بتول آية ملك، أنت قلتي صح ملك. لا يوسف، طيب يلا يا لوكي اتفضلي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثواني بس. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. بجد سنة تانية عاداتي بجد، يعني أنا من المدرسين الفخورين بيكم بجد. امتحانات يعني درجات ما شاء الله عليكم، حضور ما شاء الله عليكم، التزام في الحصة وأدب وحاجات كده، سكريات قاعدة مع شوية ناس اسم الله عليهم، الله أكبر. بجد بجد يعني الله يبارك فيكم كلكم، ما في حد فيكم يعني بص يعني لا بجد ما شاء الله، الله أكبر الله يبارك. احترام وأدب، شطارة، انتباه في الحصة. يعني أنا اختبرتكم في الانتباه، ومثلا إيه وأنا بقرأ بتكونوا أنتوا قاعدين مش واخدين بالكم وقاعدين سرحانين، بالعكس أنتوا منتبهين معايا. يعني الحاجات دي بتأثر في نفسي أنا كتيتشر، إن أنتوا مهتمين بالحصة، إن أنتوا حابينها وحابين تلتزموا بيها. بجد أنا بحبكم جدا، وربنا يخليكم ليا يا رب. تاني يا عزيزي ربنا يخليكم ليا يا ولادي. يلا بينا. مين ما قالش بقى؟ ها كده آية بتقول آدم تمام ملك، خلاص محمد علاء قلت أيوة مش جميل، محمد علاء سيف الله قال، تيم قلت يا تيم انت 7 آيات الأخرى. كده كلنا خلصنا الحمد لله أيوة نمس تمام يا روح. فاضل معايا بقية الآيات اللي هي من أول بقى وعادا وثمود لغاية آخر الآية، هنخلصها إن شاء الله. على مهلنا بقى خالص جدا الصورة دي، هنيجي مثلا مرة نحاول نرويها مع بعض، وهنيجي مرة تانية نحاول إن إحنا إيه نتذكر المعاني بتاعتها وأهميتها وأهم الأسئلة اللي تيجي عليها ونحل عليها إن شاء الله. النهاردة هنتم الصورة مع بعض، رب بس الوقت يقضي معانا إن شاء الله. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه
أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يلا نقرأ الآيات مرة كمان وركزوا في الإيه؟ في الفتح والكسر والضم وهنقرأهم مع بعض عبال ما نخلص إن شاء الله. يعني لو كان استيراد الحصة تقضي كام واحد يقرأ بعدي هتلاقي نفسك أنت حفظتها أصلا. يبقى كده ربنا أتم علينا القرآن الحمد لله في السورة بتاعتنا اللي علينا إن شاء الله الترم ده. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. آية سهلة جدا مفيهاش أي حاجة. هنبدأ كده بالترتيب من أول واحد. الأستاذ عبد الله، ميس أمال تريدك، نعم، حتى تسمعني؟ أنا هنا. تسمعني نعم، أنا بوضوح؟ أسمع. نعم، أنت الأسد، أقول لك من صقر إلى أسد، تسمعني؟ من صقر إلى أسد. أسمع أسد يعني. صباحك عسل، يلا بينا، عايزين ناخد الآيات دي، اتفضل لسه اقرأها يا ابني الله يرضى عليك. يلا بينا، ها أقرأها من أول إيه؟ الأول يا نور عيني. وعادا وثمودا، شفتها؟ هتلاقي جنبها رقم 37، لقيتها بقى. انت واضح ان انت ما كنتش معانا اصلا، بس ماشي عشان اول لا، حصه بس مش هكلمك. ها كنت معاك كنت سبعة فين يا وثلاثين بهدى؟ كنت فين بتعملي ايه قافله المايك؟ والله، بس كنت معاك. يا هي عادة ساتر. وثمودة، من اول وعدل وثمودة، يلا. ها وعادة وثمودة وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكل ضربنا له الأمثال، وكل تبرنا تبري تبي إيدي تتبيرا، تبرنا تبيرة وكل تبرنا تبيرة. ولقد آتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجعون نشورا. وإذ رأوك أن إذا يتخذ أن رأوك إيه يتخذونك. وإذا رأوك أن اتخذوا إلا هزوا هزوا إلا هزوا. إلا ها هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا استنى كده عشان وإن ممكن ألاقي كان. حد كده مش واخد باله معايا. يا محمد علاء، محمد علاء حبيبي، هو صاحبك واقف فين؟ صديقك واقف فين؟ معلش يا ميسي، كنت بس بقرأ الآخر يعني. كنت شفتوا الحتة دي بقى؟ شفتوا ميس أمال شريرة ازاي النهاردة؟ قاعدين مش مركزين، في ناس مش مركزة ماسكة الموبايل وسرحانة. والله ماشي يا يا ميسي، كنت بتول، كملي. أخفى عليك يا محمد، ركز ميسي بقى. أكمل ميسي أكمل ولا أقول اللي هو فيه لا بالظبط؟ كملي اللي هو واقف عندها، اتفضل. انا شكرا يا ابني. ها ماشي مش مركز. وإذا رأوك رأوك. أن يتخذوا
أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث إلا الله هزوا. رسولا إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن ألا إلى لا أهتنا يضلني على مهلك يا روحي. لو كنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إله هو إله هواه. إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أضل سبيلا. جزاكم الله خيرا يا روحي. لوكي عسل ملوكي. هلو نعم يا مس، معلش المايك معل. هلو can you hear me؟ ايوه مس سامعك. ايش يا روحي، يلا بينا. عايزة من اول وعادا وثمودا، اتفضلي يا روحي. ها بسم الله الرحمن الرحيم. وعاد وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تدبيرا. ولقد اوتوا على القرية التي امطرت اتوا على القرية التي امطرت ترك مطر السوء. أفلم يكونوا يرونها مطر بل السوء كانوا لا استوت. يرجو أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. هكمل وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا إله الذي الذي بعث بعث الله الله رسوله. رسوله. تمام، شكرا يا قلبي. يلا بينا سيف. يا سيف كمل يا سيف سيف. Can you hear me؟ يا سيف. هاي صعب، طيب بس النت وحش عشان ليه الأدب، معلش. وقفنا فين يا سيف؟ بس والله الصوت كان بيقطع ماشي، من هجرب شوية. احلف يا روحي. إيه هات مثلا، اقول لك هات من الاول وعادا وثمود. انا اتفضل يلا. ها تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أبو ثمود وهو أصحاب الرس مثلا وقرون بين ذلك ثاني وقرون بين ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال، كبرنا. وكلا طبقنا تدبيرا. ايوه ولقد أتوا على القرية اتوا. التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. على من اتخذ آلهة إلهه إلها هواه إلها إلها هواه إلها هواه أفأنت تكون عليه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثركم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا إلا كالأنعام. كالأنعام إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. ها كده تمام. آدم حبيبي تقرأ. لا لسه مش بقرأ. طب انا عايزه اسمع الصوت، مش عايزه يعني ايه يعني اقول قراءه كده وخلاص، عايزه اسمع صوتك كده. اتفضل يلا يا ادم. يعني قول مثلا كده: وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا. مش مجرد من أحاول صوت عبير. ها اتفضل أحاول حاول يا باشا، كلنا بنحاول. ما انت لو انت بص يكفيك شرف المحاوله. يلا يا باشا. ها وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك وبين ذلك كثيرا. وقال ض... و... و... وكلا ضربنا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا صبرنا تبرنا تتبيرا. تدبيرا. صبرنا تدبيرا تبرنا مش تبرنا، تبرنا صبرنا تدبيرا. ولقد أتوا أتوا على
على القرية التي ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرا السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك يا روحي. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا شكرا ليضلنا يا عسل، كده عسل قوي. متشكرين. خلينا سنة تانية عادية. دي ما قراش معانا الآيات السبع الأخرى دول. أنا مين؟ الله 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 الله. مين ومين؟ تيم ومين؟ تيم وآدم. تيم. بس وأنا عندي كمان سؤال، يا مس مش قرأ. تيم وأنا وآدم تقريبا أو مين؟ وأنا كمان يا مس. طب تيم وخلاص. التاني مين بقى؟ أنا آية. أيام. آية. طب تعالي آية كملي. إن كاد. يلا يا آية. استني بس بسم عندي الله سؤال، الرحمن. ها هو أنا المرض ده يحتاج لغاية إيه؟ على قد ما تقدر. لو انت ما حفظتش السورة دي قبل كده، أحفظ أول 15 آية؟ ناخد مثلا أول 10 يا سيدي، مش لازم 15. شكرا. يلا يا عم، أول 10 10 10 كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الله اكبر. بصي ايه بقى، حاولت تعمل كده ايه، ترقق صوتها كده وتجيب انت الابداعات دي. يلا يا تايم. جميل يا يوسف. تمام. بسم يلا الله عادل الرحمن الرحيم. وثمودة. ها وعاد وثمود أصحاب وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكل ضربنا له الأمثال، وكل تبرنا تدبيرا. تبرنا تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أتوا على أمطرت مطار السوء، فلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. هواه هواه. أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله العظيم. ايش يا عسل، شكري. مين تاني ما قرأش؟ ها أنا محمد علاوي. يلا حمادة اتفضل. وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسولا. شكرا، جزاكم الله خيرا. الآيات بقى إن شاء الله هناخدها من أول وعادا وثمودا لغاية الآخر بتول. معلش يا روحي، ادخلي كده على جروب التليجرام بتاعنا بتاع الهوم ورك، واكتبي كده كتابة الآيات من الآية 38 44 مرة واحدة مع الحفظ.
استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام عليكم. السلام ورحمة الله عليكم. وبركاته. سلام يا مس. سلام يا رب.